يابا شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد. لا تنسونا من اللايك، ما مشترك بالقناة يشترك. تقريبا مثل ما كيفكم تريدون تسمونها، محمية سموها تقريبا. اليوم بديت الفيديو من المحمية الجو. حلو، افطمت 4 مخاليف، 1 2 3 4، وخامس صعدت ارفلي بسود. هذا لا يعني وين راح افطمه؟ شوفوا مستواه، لان انا غلطت وفطمته من امهاته بهيك عمر. حلو، فهنا حتى اذني لا لا والله يستحق ان افطام، يعني فطام هيك فطامه كافي، كلش كافي. ها شوفوا كلش كافي، هيك فطام هيك كلش كافي. حلو، فهيك فطمتني من امهاتني بهيك عمر كلش كافي. طبعا الرافل هذني، هاي البيضه لقيتها هنا، شوفوا هاي، شوفوا البيضة، ما ادري هسه انا حرت بيها. شوفوا هي هسه كضيت ذيك البسود، ما بعدها ما مبيضة هذيك البسود. عد الرافل البيض، يمكن هن بيضة لقيتها هنا، هنا لقيتها، لقيتها هنا وما ادري هن لامات هنا ماكولة ما شنو. هذا الثولات شوفوا، ازيح البيضة ازيحها هناك للنهاية. حلو، يجيني يجيبنها هنا، فشني كاسرات لهم بيضة هنا، شادات بيضة اثنينات شاد. شو المخاليف جاي صعدن، بعدين راح اصعدهم فوق السطح، بس باكر اكملهن القفص واصعدهم فوق السطح، لان عندني دقن عليهن الكبار. اجيبنها خلنها هنا، هذا الفاهيات وينهن؟ هذا الفحل، بس شو رخصتك، هذا الفحل اللي نزل وهاي النثي. حلو، شوفوا شوفوا جمال شو اسمه، الجمال الشمعي. هسه شلون هذا الفحل شمعي، هذا الفحل شمعي، وين هذاك؟ شوفوا شوفوا الخلفه مالتهم من تطلع، شوفوا الحالات، شوف الخلفه مالتي، شوف شمعي يموت. حلو، شوفوا لي هذا الرماني وهذا. حلو، بعدين اذا اخليهن بقفص واطق لهم صوره وحلهن على مود تصير واضحات لكم، وتعالوا افركم على الخانات. هسه هنا ذن الابيض، يمكن هنا ذني، ما اعتقد والله ما ادري، هنا ذني هاي بيضتهم، بس هنا 100% هاي بيضتهم، هاي مكاسرات لهم بيضه حرامات شادات اثنين. تعالوا اراويكم النوم، هذا طبعا رد بيضا من جديد. حلو، هذا البيضات الرمانيات، وهذني هم بيضات جواهن بيض. تقريبا بالخانات هنا كلهن جواهن انتاج تقريبا. هذني جواهن مخاليف، اليوم حلقتهن، شوفوا شوفوا شلون حلقتهن، عجل بسمي وتسلسل. هذا اللي تشوفونه، هذا اللي هم تشوفوا جاي فقس، فقس واحد والثاني تقريبا كلهم جواهن انتاج. هذا اللي هم جواهن 3 مخاليف، انا زرقت جواهن مخلف. هذا تشوفونه، من طق لهم صورة ولو هن ما واضحات يعني بالخانة. هذني جواهم بيض، هواي جاي يطبولي وقلولي بالتعاليق، اكتبوا لنا بالتعاليق ايش رايكم بيهن. هواي جاي، انا جاي اشوف التعاليق كلها. اتيادي بيضا واخيرا، امس بيضا، شوفوا بيضتها وما بي، شوفوا ناعمة أول ما بياضلها، أول ما بياضلها لا اتيادي، أول ما بياضلها يا الله. هذني خوب كلش ولا طاقة، هذني اتيادي هنا شوية نحسات اتيادي. هذني تقريبا بالخانات، بس هذا الزوج ما جوان تاج وهو التيدي. هذني بيضا امس بيضه، وهسه تريد بيض بيضه ثانيه. هذني قلت لكم بيضات تقريبا هاي بالخانات كلهن، وهاي هنا المحميه، محميه مال انتاج مخليها انا. فكتبوا لي رايكم بيهن. حلو، وبالمخاليف هنطق لهم صوره هيك شيء،
هيك طقيه ما دام ذني واقفات. ها يلا هيك علق. ها شوفوها، وهذا الزوج هناك هذا هاي الحله، بس هذا الزوج يمكن من جبناها لحد هسه صار لهن شقد، راح يطبون بشهرين لو ثلاث شهرين ونص شهرين. زوجات ماي بيضا، المصيبه مو تني، مو ادري ايش بيهم ماي بيضا، ما النثيه ما ادري ايش بيها ما تبيض. هذني وهذا الارفل اللي قلت لكم صعدته هذا. بس انا قاعد ويا الطيور ما اريد لا افززه ولا اشي ولا رافل، على راحتي ينسي ياكل بس يومين ثلاث هاي تتعدي ويا الطيور نوم ما له غرض، نوم يمشوا وياهن يطير وياهن، نبدا نصعد على المسرح وياهن، حتى ذني شراح اصعدهن التور ويا التور والارافل ويا الارافل. ما خليه نبحث يعني بذاك القفص، اكو مفاجأة بذاك القفص. شوفوه هذاك من هذا جاي يشوفوني، جابوه لنا يومين ثلاثة من الذبحة، ما ادري يمكن الارافل راح اخليهم ويا الارافل والتور ويا التور، وهذاك القفص بالاخير راح اسويه واجيب زينة بيه. ما ادري طاخ ببالي اجيب زينة، طيور نادرة يعني حلوة نجيبهن، خليهم انبسط نسوانس عليهم. ما ادري يمكن مو اكيد. لأني غربة اثنين يلا يولين زي ما الغربة. ها هذا نعرفه هسه على راحته، هو على راحته كلش. وياهن هسه يشرب الماي وياكل بالسطح يومين ثلاثة ونوب نبدي نوب نصعد ويا الطيور على شو اسمه على المسرح على المحطاب. طبعا شوفوا بديت اصعده وياهن يصعد كل شي ما عليه. شوفوا شوفوا الطير صحته كلش حلو. هيك عمر كون واحد يصعده فطمه من امهاته كلش زين. هو طبعا صار له هواي ما راح يسودنت، بس فتحت كاميرا توي الحمام كل شي ما بيك. يلا ارجع ها ثلاث اربع ايام خمسه هيك ويانا نبدا نشبي على كيفنا. طبعا هسه تنظيف السطح انا كله هذا نظفته حلو، حتى اشوف ترى رشيته هاي ترابه ما اقدر انظفها، فسويت رشيتها وباكر الصبح كلها نظفها، هاي كلها راح تنظف حلو، هاي باكر الصبح كلها راح تنظف. شوف المفاجاه جابونا، طبعا ما راح اخليه هيك يومين ثلاثه وانقصبه بسيف السيف. شوفوا انا قلت هسه يخوف الحمام لو يخرح يشر دم من عنده او هاي. شوفوا ايش سوى، حطيت له اكل وماي تو جابوا العصر. انا قلت ما دام رشيت هاي الصفحه فالساحة اسوي انزل ذن الغراف كلهن، هاي فرمستونات راح اشيلهن، الخانات بعد شوي من يجي اخوي نشيلهن انا وياه، هذن كلهن راح نشيلهن، السلال هذين الحلات هاي كلها راح اشيلهن هسه، كلها راح انظفها كلها تنظيف والنوب حتى باكر بس اكنسي، هاي كلها راح انظفها لما تنشف ذيك الصفحه، هاي الشيء انظفها النوب ارشها واكنسها. طبعا نظفت هاي شلت البلوك كله حولته هناك، ما بقى عندي شيء بس ذن السلال ما ادري شنو هذين بالليل اسويهن. وهسه شنو مدام نشف الماي رشيته غالي بسيف، بس لا يسوي انه مصيبه ويطفر هو نوقف حمام جاياكي الشرد. انا عباس صار انفجار هذا اول شيء يصعد هنا وما قدر طاح انه صعد هنا، بس لا يطفر ويشرد يا ربي. الله ما ادري مو بسيف ظليم يا اخي ولدي. بس شو سواني مدام نشفت خليك انسي لحد ما اوصل، حتى لو هاي الصبح اكمل شو اسوي، ما اكمل اليوم ما عدت كله اكمله لا تنسى شوية والصبح ان شاء الله نكمله. وهاي رجعت وياكم شوفوا سويت بالطيور يعني فد شي كلش حلو.
شوفوا صباغة ذيولتهن. مثلا الأرافل، شوفوا الأرافل، شوفوهن شلون صبغتهن. شوفوا هسه قبل الأرافل ذيل وجع. خرب يومك لبسيفس. وين التور؟ شوفوا التور جنح، شوفوا 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 شلون صبغتها الجنح، واحد برتقالي. شلونه؟ هسه هسه خي نزلنا وبيننا انه من ساعة طيران جاي شو اسمه الشاهين مال شنو طيرين حتى الزواج المال المختفيات. رايحة الطاسات خليجن. وينهن؟ وين راح الحدن ذا؟ شوفوهن، شوفوا شوفوا جنحن. جنح واحد اصبغتهن. هاي شوفوا هذن الزواج، زواج شنو هذن؟ ايش قد جايباتهن زاجلين، جايبتهن زاجي الاحمر. ملاتنا هذن؟ طاف ملات جيراننا هذن؟ والله ما ادري، والله خلوه خر عنهم، خلي حطن ينزلن. الله ملاتنا هذن جايبات اثنين. هذا النتور بس كلش حلو، بس ما مبين بالكاميرا الصبغ مالهن. لا والله كلش حلو كلش حلو. شوفوا حتى بالمطيار من يعلن وشوف جنحهم برتقالي مبين. شوفوا خي نزلن وراكم يا هسه ما يتباين زين، ما ادري شي جاي يطير ما شنو. هسه هاي بعد انا كله ما منظفه، شوفوا كنسته وخليته على حطته. هسه ايش راح اسوي؟ راح اشيل الرمل كله هذا وانزله كله، راح اشيله هاي تشومه وهاي تشومه حتى نظف من هاي الصفحه واكمل واحول ذيك الصفحه. حلو يلا خلي اشيله لنا وارجع وياكم. جاي اشتغل وتعبان وما بقى لي شيء واخلص، كملت هاي الصفحه بعد اكمل بس هاي الصفحه بقت. ها بس هاي الترابه قنيتين ثلاثه يكملن. افر وجهه وشوف لك، شايفين الاسد واقف هنا على القفص. خرب انه شيء لبسيفس انه اللوتي رتكبه. شوف وين طار هذوك، وين راح؟ يا رب يومك لبسيفس. خلاص كطه ورد عنك مصيبه، مو بسيفس. طبعا كملت، كملتها هاي الصفحه. ها شوفوها كلها كملتها، كملت والتعب يقرا الفين مو الف. والله تعبت فيها تعبه ما صايره، بس يلا اهم شيء النظافه. حلو حتى شنو بعد شوي العصر او المغرب هيك شيء اكبها ورشها. وقت عندي بس هاي الصفحه، وقت عندي هاي الصفحه ايش راح اسوي؟ راح اشيل انذن الغراض. انا نزلت من الحلات بقت هاي، هذن كلهن اشيلهن وباكر يلا اكمل، لان هسه ما اقدر او المغرب ما اقدر، تعبت كلش تعبت. هاي باش انظفها، بس انظفها مو انظف اكرفها لا، يعني اشيل بس هذني هسه فرمستونات، شلت القفص هذني الخانات، قول القفص الخانات وديتني هناك، يعني رتبتها شوي شوي. والفسيفس نزلته جوا لان شوفوا شنو سوى، سوى خيسي شاكم. شوفوا سوى بالقاع حساس، شنو انظفها؟ خليها تنشا باكر طقها شمس الصبح والظهر. انا اسويها لان هسه كلها نزل هسه الطاسه وهاي رتب. انا هم صوتي صعدت فوق هسه نظفت هاي الصفحه، ما بقى لي بيها شيء، اي شيء ما بقى، كلها نظفت. بعد شوي ارشها واكملها حتى تصير. شوفوا من نا بديت بيها هاي تولي هاي الزعابيل، هاي من نا بديت بيها وكلها نظفتها. بس لا تنسونا من اللايك، حطوا لنا لايك لان كلش تعبت بهذا المقطع، كلش تعبت. ما حاط لايك حط. ان شاء الله هسه هماي راح انظفها وارجع وياكم. هذا الجواني ما اشيلهن، الجواني لان ايدن قلبيهن اشيلهن، بس هذن يلا انظف ارجع لكم، ارجع وياكم. نظفت كله، نزلت الحلات وما عندي ما بقى اي شيء،
كلش ما بقى هذا لما يشوف كاسات مال ماي وهاي السواليف. هذا المطارات مال ماي عندي زايدات، هذا اثنين بقى اوديها لهناك خليتهم بالخانات، يعني سطح تنظف تنظيف عادله بقى. بس باكر يعني على الفيديو الجاي اكمله حلو، يعني تنظف تنظيفه كامله. واليوم العصر ارشني، واخيرا نزلنا الحمام. خي نزلنا من الصبح لسه على البيتونه البارحه اخوي امس العصر مطين علف، حتى ظل قد ما مطين هواي ظل العلف ظل بش اسمه ظل العلف بالقاع. كنسته وشلت الاينداس هسه تعبنا سنة ناكل الله فوق البيتونه موتني. بس الارافل هذن وكل ساعه طيران والارافل طيران وياهن. بس زين الارافل شوي جنحن جاي اقوى جاي طيران وحطها. شوفوا صبغ شوفوا ذيلهن ايش حالاته. شوف والله بالش اسمه ما يبين. اها المخلف طار شوفوا الصبغ مال ذيل. شوفوا نحطن التولات يمل المخلف يا معودين المخلف طار ما طاير لا يروح. بس وي حط 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 تعال 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 حط عندي يا معود تروح ابو الله. هذا نزل زين شوف هاي كل ساعة طيران كلن شوفون كلن طيران. وين المخلف وين حاط بس وي حطت هاي الارفلي حطت. شو اجى المخلف زين تعود. شوفوا 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 الحطة خاصة الارافل هيجي بالحطة يغوصن يلا يحط. شوف شوف خطي التور تعبان بقت ارفلية وين هاي. شوفوا الحطة شوفوا والله يقول زواجل صلوات. شوفوا الصبغ مالهن طار التار شرب لي شوية ماي وطار. اليوم يقول مخترعات ما ادري من السيفس اخترعان السيفس نزلته بس ما شفت اني اخترعان من السيفس. امس كل شيء ما فيهن اليوم ايش فيهم ما جاي يحطن بالسطح. ما شي شبعان تعرفون انا داي شبعان الطيور ظلن بس طيران. هاي الزواجل ببحر جوا وذن التور فوقهن. شوفوا التور شو مصبوغات جنح ما جايبين بالتصوير زين. بس هسه الارافل شوفوا الارافل نزل المنشن. شوفوا ذيلهن شوفوا الذيل شي صار من الارافل كلش حلوات وفكره حلوه. هاي شو تقولون حلوه؟ اكتبوا لنا بالتعالير. الذيل احلى لان هن مكتفات ماكو داعي اصبغ لهن جنح. اصبغتهم ذيل هذا اللي سوي شين التوايدن ما ادري ملاد جيران شين هذن. يا الله ملاد جيران هاي هل حطن. شوف التور صايرة حطتهن تخبر. شوفوا النزلة شوفوا. بس اليوم شبعانة تتعودن على شو اسمه على البيتونة. شوفوا حطتهن شلون حلوة صايرة بس تعودن على البيتونة. وانا هاي السالفة لضوج منها ما اريدين يتعودن على البيتونة. سمدام كملنا شنو عندنا بقى هنا؟ ما بقى اي شيء ما بقى. بس باكر ان شاء الله كنسها واشيل انهي الرمل وهاي. بس التعب يا ابا التعب تترسكوني وتنزل بيها وتذبها وترد تصعد وتترسها كلش التعب كلش. تكونوا تقدرونا وتحطونا لايك لو اصلح حد هسه وما حاط لايك شتاني ما تقول لي رافد ما اريد اخليه برا اخاف عليه ان يجي هذا صغير الفار لو فد شيء. هذا مخلف عندي هذا اني بالله 5 كابتات بس هذا المخلف زين هو جاي يصعد ينزل بيت هسه ياخذ له اسبوع اطيره وياهم بعد لان شفتو تو طار ورد حط. بس هاي يتعود على المحطاط انا اريده بس يتعود على المحطاط. هسه الارافل كلش ثبتن على المحطاط 100% ما يحطن غير على المحطاط. بس عندكم التور جاي يشوفون الزواجل يحطن. وانا الزواجل البارحه ما موجود امس العصر اخوي مطلعهن مطلع التور وياهن مطيرهن حلو. فانا ما موجود ومخليه الا الصبح. هذا شنو هاي يمكن غريب هاي والله بغدادي هذا
اي والله غريب ماشيني حاط غريب ماشيني والله ما تتعارف هي. فلهنا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك، اللي ما مشترك بالقناة يشترك، وان شاء الله نكمل لكم التنظيف وما بقى شيء للسطح ان شاء الله يترتب. وجاي شوي شوي قلت لكم راح ابدا من الصفر ويا القناة، ومثل ما تشوفون جاي كل ما جاي لي جاي صعد مخاليف وعندي مخاليف جوه، وشفتوهم مثل ما شفتوهم الرمانيات، ان شاء الله بحل كم يوم اصعدهم، بس خلي تعود اني لقطة مبحدهن المخاليف مال التور حلو، يبدأني لقطن مبحدهن وشوية كبرن حلو، نبي نطلعهن. وشلون هسه هذا المخليف نطلعهن هنا على الجوع وعلى وهنا على المحطاطة التور ويتعودن. ما شوفون هنا ان شاء الله صلوات على النمطوريد. ها اه طبعا البيض صدق البيض، قبل لا نختم شلته عنهن، شوفوا شلت البيض عنهن، خي بيضا من جديد معدنا هان راح بيضا هذا الزوج هنا جاي لما شفته وبدا يلمن هذا الزوجين نزلت بيضهن حلو. عندي ذن الابيض ما تشبيهن بس انا ما خليتهن جوا الابيض، الابيض بيضتهن مثل ما رويتكم اياها، ما نقص كالسيوم ما شنو، حتى البيضه الثانيه ما بيها قشر، هي نقص كالسيوم جاي اعطيها كالسيوم هاي، بس انا زرقتهن جوا التور هذني البيض مال هذن وش اسمه، اريدهن بيضا من جديد. يلا لهنا وصلنا وياكم نهايه الفيديو، تشوفون فيديو ثاني وقت باي.